على السادة المسافرين رفع الشنط أعلى السقف حفاظاً على سلامتكم. من كشك المراقبة إلى السيارة فيلوكس ميم جيم طه، أمر إقلاع رقم 560. ما فيش فكة. متفائل بموضوع كرواتيا ده. انا متفائل ان الطياره هتفوتنا. يا عم عيب عليك، مش هنتاخر يا ابني. مستحيل يطلعوا بالطياره من غير ما احنا نروح. ليه؟ انت قريب الطياره ولا حاجه؟ لا يا ظريف، انا عملت تشيك ان من على الموبايل كده، مستحيل يطلعوا من غيرنا. هي المطار القديم ولا الجديد؟ يا رب يبقى القديم عشان نشرب سجاير براحتنا. بقولك يا فندم، ها وقفني، عايز اجيب حاجه. بس عايز تجيب ايه؟ عايز اجيب حاجه. عيب يعني وقفني؟ ايوه عايز تجيب ايه يعني؟ يا عم انت مال اهلك وقفني وخلاص. مال اهلي ايه يعني؟ اقف فين عشان تجيب ايه يا شيخ؟ وقفني عند الصيدليه يا فهمي. اه ما قلت لك يا شيكو بلاش الولايه التخينه بتاعت الروم سيرفيس. ايه يا ابني الاستظراف ده؟ وقفني وقفني الصيدليه اهي. ما لقيتش ايه؟ ما لقيتش شطافه يا جماعه، كنت عايز اجيب شطافه. عايز تجيب شطافه؟ يا شيكو انت محتاج نافوره مش شطافه. ايوه صح. وبعدين انت اصلا ما قلتليش ليه؟ ما انت هما لو مقتنعين بفكره الشطافه كانوا عملوها في الاوتيل، هيبيعوها ليه؟ صح. وبعدين انت في سلوفينيا ورايح كرواتيا، الاثنين مش معترفين بالشطافات اصلا، دي كنت تجيبها من مصر. صح. برد مش قادر. ايه البرد ده؟ جبتوا الباسبورتات؟ جواز السفر؟ ورق الجيش؟ ورق الجيش معايا. كل حاجه معانا؟ اه. خش هات عربيه، يلا ننزل الشنط. وانت هات الشنط من العربيه. برد مش قادر امسك حاجه. ارميها جنب، ارميها جنب. يا عم فيها صيني يتكسر. مش مهم. هات البني دي عشان مهمة. ايه دي؟ خلي دول بقى مش مهمين.
Hello, sir. Hello. Can I have your bag, please? Yes, here. Oh, no. No, it's just two per person permitted. Yes, it's there are too two much. Yes, two bags and mishanna and the battaniya. No way. No. If you want to handle it all, you have to pay extra for every bag. For what? I'm for so the mishanna? Extra money? It's charging as a bag. It is impossible to put it طب on أنا charge. أنا معايا دي كاري اون في الطيارة فوق. That's one معايا for دي you. دي مش محسوبة والبطانية yeah, البطانية دي هتغطى بيها في الطيارة. معلش اكسكيوز مي بس انا عندي حالة خاصة شوية بيكوز اي ام فات معلش انا تخين فالموضوع ده بيفرق جدا في السايز بتاع الهدوم نفسه يعني معلش وان بوكسر فروم مي ايكوال وان جاكيت فروم فهمي يس ذيس از هيز بوكسر يس سير اي دونت كير فور ايفريبادي از ذا سيم رول تو باجز ار فري All the rest you're charging. So or you can pay the money or you cannot board the airplane. استأذني بس معاكي شنطة واحدة ممكن تاخدي دي معاكي فوق في الطيارة؟ ليه؟ بس هدفع عليها 30 يورو حرام. نو. دي صغيرة جدا يعني هتحطيها بس في فوقيكي في الطيارة. رخمة. ليه؟ نو. أصل هدفع عليها 30 يورو. ما أوكي. بدل ما أدفع 30 يورو. أوكي. أنتِ وليه زبالة؟ انت معكيش حاجه خديها معاكي فوق ماشي مركله ماشي اه اعملي لي بقى مش فاهم انجليزي وقرف مظلوم ده ويت محدش هيتحرك احنا نلبس كل هدومنا مبدئيا نطلع الهدوم من الشنط الشنط شنطتي هناك خد دي يا شيكو على انها كاك ها Okay, this is my hat. This is normal. And I look fine. I look nice. You also have to pay that. فهمي اوعى رجلك كده. That is a luggage. Sorry, where we can this put is a hat. The airplane? This is a hat. No, so cold. It's your, cargo, and we are charging it. Our company has a policy. I'm so sorry. If it is a hat, you can leave it here. You don't need it, or you can pay. طب آخر كلام. عمل لنا discount. Yes, discount. Discount for what? آخر كلام، آخر كلام. For what? 100 euros for you. And 100 euros? For you. No. And oh. You oh really? So no, you are charming me now. دي قضية يا جماعة. قضية؟ Okay. How much? How much for the luggage? It's 150 euros oh. per bag. إيه؟ One per bag. One bag. إيه. Sir, I can call someone to confirm you all the rules, but that is okay, خلاص how ما it is. انت هتخوفينا. Okay, just pass the money. Okay. يا خبر اسمه ده على خراب البيوت. انا قلع كل حاجة. This is your bag? اه, my bag. This is luncheon. This. And this is the كتير مش عارف. That's no. Not good. Not good ليه يعني عشان انا باكل اللانشون بالفطير. انا عارف ان هو بيتاكل بجبنه بس انا بحب اكل اللانشون ايه مش كده؟ Open. You open. What is this? This. This. What is this? This is like a medicine. It's cigarettes. Yes. Oh. What hat? Cat. يعني بص نفس العلبة بالظبط علبة كليوباترا بس كبيرة شوية مش ده فحم عشان الشيشة يا عم حرام عليك ده شاي هي من الآخر كلها عدة شيشة and this what is this دي سجاير smoke كليوباترا what is this اللي هو go bye come on كويس ان احنا عدينا بالحاجات بقول لكم ايه انا هقعد شويه بقى اكل اي حاجه مش قادر طب انا هسيب معاك الشنط لحد ما اروح اسرق شويه حاجات من الديوتي فري ماشي وانا كمان بقول لك ما تعرفش فين التاكسي فري التاكسي فري ده بيتهيألي عشان واحنا راجعين يا بابا مش دلوقتي خالص سيب الحاجه سيب اكسكيوز مي هقلعهوله ازاي ده؟
poziv za gospodina Šikua na let koji ide u Hrvatsku. Ovo je posljednji poziv za Šikua na Gate 3. فشل 90%. فين يا ابني؟ ندعو علينا مرتين يلا. لا استنى اخش الحمام واجي، خد شنطة معاك. لا يا حبيبي خد شنطك انت. طب عطلوا الطيارة ها؟ ماشي. مش قلت مش هيطلعوا من غيرنا؟ كده كده مش هيطلعوا من غيرنا يلا. يلا. اطلب اكل يعني؟ يا عم لا يلا يا هشام يلا مش للدرجة دي يلا في اكل في الطيارة يا حبيبي. طب انا ماليش دعوة بشنطه بقى ها؟ ماشي. طب هو يجيب الحاجة. هات شنطتك دي. يلا. من هنا. بالراحة يا معلم بالراحة. بالراحة يا عم بينادوا علينا. يا ابني قلت لك مستحيل يطلعوا من غيرنا، بقول لك ايه استنى. ايه؟ ناخد سيلفي الموتور بتاع الطيارة؟ دقيقة واحدة. سوري. ده سيلفي المروحة ها؟ السلم مرعب جدا مش عارف. ايه يا معلم ده؟ كمان كمان. هاري هاري. اوكي. يلا. يلا. ماشي بس ناخد سيلفي الطيارة مش احنا بنحب نوثق أي حاجة بنعملها؟ سيلفي المضيف. يلا. رقم كام يا هشام؟ 16. ما 8 احنا مش قاعدين جنب بعض؟ لا. السلام عليكم. سوري. اللي معاه عيل والنبي تنيمه يا جدعان مش عايزين دوشة. اكسكيوز مي رقم 8. رقم 8. انت هو انا هنا 8 هو ده مش جنب الشباك اكسكيوز مي كان اي سيت نيكست تو ذا ويندو؟ نو واي؟ اي لايك ذا عشان انا بحب اصور جدا يعني بليز ليتر وي تشينج ماشي واحنا راجعين عبيطه قوي مش هنرجع مع بعض اكسكيوز مي الشنطه طلب ممكن بس تقلقيني الشنطه عشان فيري تايت Take the bag. Very fine, I'm sorry. 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 الجو بيبقى حر جدا في الطيارة. Thank you. لا يا حبيبتي لا خليكي معايا عادي اصلا لحد ما يلموا العجل هاتي لا لا تمام خليكي معايا ثانيه واحده بس شيكو شيكو ايوه يا فهمي انت فين انا في الصف رقم 8 هشام انا نايم هشام في الصف مش هيسمعك طب انا قاعد في ثلاثة ها؟ ماشي طب يا حبيبي ثانية بس معلش تو كولد ها؟ نو مش بس قاعد اجيب حاجة من ال سوري؟ لا لا انا عندي عشان ما تقلبيش حاجة من الشنطة بس عايزة تقعدي جوه طبعا بس بعينك ثانك يو شيكو ها فهمي بقول لك ايه ما تطلبش فراخ طعمها وحش قوي لبستها خلاص بقول لك ايه في كيس بتاع الترجيع ده ها هرجع فيه واطلب لحمه هعمل زيك بس هرجع الارض عشان ما عنديش كيس ماشي كراسي تقرف في الطيارة ممكن استأذنك تروحي تقعدي جنب الراجل الطيب اللي هناك ده عشان أنا عايز أنام عايز أنام بالعرض في الطيارة بجد؟ والله العظيم ست زي العسل ربنا يخليكي متشكر جدا
كل لك ذوق. اتفضلي حضرتك. شكر جدا فعلا. ثانك يو فيري ماتش. I'm sorry, sir, but cigarettes are not allowed here. Yes, I know. You said cigarettes. This is e-cigarettes, e for electronic. Sir, please sit. حد يصحي حد كده؟ خلاص بقول لك ايه؟ ما تستذوقي كده وتنقليني اوت في البيزنس وانا عيوني ليكي. Give it to me, please. أنا مهندس أصلاً، أنا مهندس ميكانيكا حضرتك. I am a mechanical engineer. I tell you this is vapor. This is not smoke. من فضلك بلغي الطيار بتاعك ان الفنان هشام ماجد موجود على متن الرحله وعايز يسلم عليك وعايز يجرب يسوق الطياره. Goodbye. Thank you. Wait. What is this? This is for emergency. Take it. For emergency. عشان لو نزلنا البحر هنا ما نغرقش. البحر عندكم في كرواتيا. اوكي. استغفر الله العظيم يا رب. سلام. ايه يا شيكو اللي بتعمله ده؟ لا دي حاجاتي دي حاجاتي. تمام. ايه؟ What's this؟ لا دي الحاجات دي ببلاش. What's this؟ دي مش ببلاش في الطيارة؟ يعني أنت ما بتقلبيش منها وأنت ماشية؟ Please take it down. Take it down. إيه دي بتاعتك؟ أيوه. يعني أنت. والله العظيم يعني انت مش مصاحبه الطيار؟ دي قسطره عشان انا مريض down. انا مريض يقعد لك في صحتك وعافيتك. جود باي. هلو ثانك يو. مش بتاعتنا بعد كده انا بنقي بعد كده فهمي. خليك متحضر شويه. دي شبه دي بتاعتي ولا ايه؟ فاهم احنا اي مشانا معانا طبعا. أوه صح؟ أوه اكيد يعني. هي بتاعتك. سوري. ده تبعنا؟ دي بتاعتنا يا شيخ هشام دي ولا؟ مش عارف. الحمراء دي بتاعت حد فيكم؟ الحمراء دي بتاعتنا. صناديق. اي صناديق هاتها؟ كراتين. يا جماعه البني اللي هناك دي بتاعتنا. هاتها. خد الكرتونه دي يا هشام برضو يا جماعه. ساعدوني. خد البطاطين دي بتاعتي يا شيكو. ها انا حاسس ان في 5 شنط هيضيعوا. ثانيه ممكن تاخده كله؟ ممكن تاخد كله كله وننقي احنا براحتنا بعد كده؟ هو تقريبا كله بتاعنا. شنطكم ان شاء الله هتنزل بعدينا. لا
يمين والله. يمين يا عم. شمال والله. يمين لا والله شمال. يمين عيب. يلا يا اخوانا الناس واقفة. سوري يا عم، ايه مش واخد بالي، عايز ايه؟ ايه ده؟ بس بس بس. حاسب. بقول لكم ايه، ما تيجوا نسحب يوروهات من الاي تي ام ونروح مصر نحولها مصري. هنكسب لنا بتاع نص جنيه في اليورو كده. حلو. يلا بينا. يلا. يلا. بقول لك حاجة، النهاردة 30 في الشهر، ممكن نسحب النهاردة ونسحب أول الشهر تاني. حلو. مرتين. الحمد لله على السلامة. إيه ده؟ يا الدنيا فاضية كده ليه؟ ما فين السواقين والليلة اللي بيقفوا قدام المطار؟ شوف لنا تاكسي ياخدنا ونص نقل تاخد الشنط. الحق مين؟ أصيلة هاتلي شنط يا هشام. انزل شيل معانا بدل ما نيجي نجيب واحد ياخد يورو على الفاضي. شادي هات انت الشنط واديك اليورو. السفر ليه 7 فوائد وطبعا احنا ما نعرفش عنهم اي حاجة، بس نعرف فوائد تانية هنعلمها لهم هنا بطريقتها. اكسكيوز مي، استنى الشنط لو سمحت. يلا. حاجات مش كتير بس هات 5 6 يشيلوا معاك. الله، البت اللي قلبت الشنط اهي. الدنيا خرم ابره، هنتقابل. ها معلش، ريزرفيشن باسم شيكو هشام اند فاميلي. دي رشوه بسيطه كده عشان يا سيدي، عشان ناخد بس الاوضه سي فيو. خلاص شكلك واحد في زغرب. مفيش بحر في زغرب؟ ازاي مش في كرواتيا ولا؟ انت مش قايل ان انت حاجز في لؤلؤه البحر الاحمر؟ لا، الخريطه عليها بحر يا جماعه. زرز بحر ان زغرب انا مشهور. نوت سيت ان زغرب. مفيش ولا حتى في اتوبيس بيودي البحر؟ مفيش اتوبيس بيروح ال في؟ شاطل باص بيروح البحر؟ ده نصب على فكره. لا انت تنادينا المديره بتاعتك بقى، تنادينا المديره بتاعتك. والله العظيم يا رب، ايه السفريه دي يا جدعان؟ انسان سافل وقليل الادب. انا مش هتكلم غير ان هو انسان سافل وقليل الادب. حضرتك احنا حاجزين الاوضه على ان فيها سي فيو دلوقتي. ايوه، قال له سي ايه بروح اهلك. يعني ايه سي ايه بروح اهلك؟ ازاي يقول له كده؟ بيلعب جاكيت وعايز يقلع البنطلون. احنا فين؟ احنا مش في بلد محترمه هنا ولا ايه؟ بيتش سي اولاد وكسبهم. ما تحترموا الزباين. خلاص نهدى بس، احنا هنرضى بابجريد. لو في ابجريد احنا ممكن ما نعملش مشكله. يعني اللي يرضينا ابجريد او عشاء. ساتش موتورياشتي سواق سواق وتشيبونيك من اوضه تريبل للسويت. بودي مامي بس ميست لنا. ربنا يخليكي، بس ده حيوان اقسم بالله. انا شيكو انا نازل طالع لو شفته هو حر. ربنا سامر ماشي تسواش مامي توريشتي بودي تريبل. خلاص يا فندم. يو بس كلك زوج. ماشي سويت از اوكي. عشان خاطر بس. بس لا سويت سويت ثلاثة ها؟ ثلاثة سويت. شكرا يا فندم. اللي ست ست كلب انا بتعلمه في ايه؟ هلم الهدوم والهموم واللعب وصورة حبيبتي اللي بين الكتب، وهكتب لصاحبي اللي سافر جواب، هقول له ان صاحبك حبيبك تعب وقرر يسافر. سافر وفاكر هتفتح حينك وتاخد صحابك وحلمك معاك، ومامتك واختك وخالتك وقطك، هينفع تسيب اللي حبك وراك.
اسافر واجرب بتكتب بتهرب ما يمكن هتضرب ما تسالني بره انا جبت اخري يا واد لسه بدري ما توجعش راسي وليتي باتي وايه اللي فيها ده فيها وفيها بطالة ومشاكل ده بجني بتاكل وفكرك هينفع ده ينفع وينفع انا نفسي تسمع وانا نفسي ترجع ده فيك يا بلدي اللي مش عند حد ده فاوزت عيلة ومشان بجد هتتعب تلاقي اللي ياخدك في حضن ده فيك الطيابة اللي فوق كل حد وفي التاني تسمع يا عيني يا ليل يا ليل يا بلدي بحبك بناسك وأهلك وحقك عليا أرد الجميل